وجع رهيب، عمال اقول لهم انا بموت انا بموت، وهم شايفين ان يمكن ان انا لازم اقوم امشي، او انا مثلا في حاجه. لا يا جماعه انا بموت انا بموت. طبعا في الوقت ده بقى الدنيا يعني كان كل الناس متنشنه وبتاع، وحصل ساعتها مهم يعني، في طبعا تفاصيل في النص يعني انا مش فاكراها، لان انا بعد ما طلعت من العمليه دي انا مش فاكره حاجه، لان هم من كتر ما كانوا بيدوني مسكنات ومخدر، لان من كتر الوجع ما فيش حاجه مأثره فيا، ولا عارفه انام ولا عارفه يعني مش عارفه اعمل اي حاجه، انا عماله بس بقول لهم انا بموت. الام رهيب، الام رهيب جدا يعني. المهم ايه، وغالبا اللي حواليك يمكن ما يكونوش مصدقين قوي، فاكرينك بتبالغي مثلا. لا هم فاكرين ان انا بتدلع، وبعدين خلي بالك انا اساسا ست ما بتدلعش يعني، انا اساسا ست حموله يعني، لما اكون بتوجع قوي يبقى انا بتوجع، فاهمه حاجه؟ فالمهم يعني حصل بعديها بقى كام يوم، جم قالوا له لو هي ما دخلتش تعمل العمليه دلوقتي كمان ساعه هي هتموت، انا لو ما دخلتش كمان ساعه اعمل العمليه خلاص هموت. ما هم بقى ايه، خلي بالك برضو ما هيدخلوا بقى يعملوا عمليه تانية، ما مش انت فاهمه، ما ينفعش الفتح في نفس المكان، حاجه صعبه يعني. المهم بقى طلع ايه بقى، ان انا القولون اتخرم، قولوني اتخرم، اوف، جالي تسمم في الدم وانا بموت. 3 ايام جالي تسمم في الدم، وقالوا لو هي ما دخلتش كمان ساعه تعمل العمليه دلوقتي هي خلاص. جريوا بيا دخلوا يعملوا العمليه، الدكتور بقى اللي عمل لي العمليه اللي هو انقذ حياتي عصام شلبيه يعني، انا قابلته بعد ما انا رجعت من السفر وكده وقعدت معاه، بيقول لي انا داخل اعمل العمليه انت مش متخيله يعني الدنيا كانت عامله ازاي، انا داخل وعارف ان انت يعني، هو بيعمل عمليه وعارف ان انا ده دكتور عصام شلبيه. كتر خيره كتر خيره. برضه لازم نقول يعني زي ما في حد كويس في برضه ناس وحشه يعني، زي ما في ناس وحشه في حد كويس، فاهم حاجه يعني. لازم برضه يعني هو الراجل ده انقذ حياتي بجد، هو بيقول لي الموضوع كان صعب جدا، و هو داخل عمليه على انه هو قال لي كده هوبليس كيس، حاله ميؤوسه. هو قال لي انا داخل والدنيا كانت بايظه خالص يعني، ان انت خلاص، هو طبعا ما قاليش ان انت انا عارف داخل العمليه وانت هتموتي. وانا داخله بقى العمليه انا نفسي كنت عارفه ان انا مش هطلع، وهم بياخدوني ليه كده ما اعرفش، كنت حاسه كده. ليه؟ لا ما هو انا مت، انا فعلا يعني هحكي لك. وانا داخله قلت لاخويا الكبير طب خدي بقى ميه. لا 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 تمام، دينا زمانها دلوقتي بت 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 بتصوت عشان المكياج. زمانها دلوقتي عماله تقول بتصوت عشان المكياج، فاهمه؟ انت مكياجك حلو وانت حلوه يا ياسمين. قلت له خلي بالك من ياسمين وسيف، لان انا فعلا كنت داخله مش طالعه، انا حاسه ده، انا كنت حاسه ده. وطبعا لما دخلت كانت حالتي رايحه خالص، طلعوني من العمليه على العنايه المركزه. في العنايه المركزه بقى خراطيم من مناخيري، خراطيم من بقي، 4 خراطيم من هنا، 4 خراطيم من هنا،
طبعا من كتر ما ايديا تشكشكت يعني تشكشكت وكلها مزرقه، ركبوني ثلاثه فوق وثلاثه في تحت واربعه، كل ده متوصل كانيولا. كانيولا كل ده متوصل بادويه انتبيوتيك، يعني شوفي مثلا 7 ولا 8 انتبيوتيك طالعين من 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 رقبتي. وانا بقى في العنايه المركزه قعدت يجي 5 ايام، وانا في العنايه انا كنت خلاص يعني اللي بيدخلوا هم شايفين ان انا بروح، يعني الدكاتره بيقولوا لهم ادعوا لها احنا هنعيش اليوم بيومه. الجهاز اللي انا دخلت عليه ده في العنايه المركزه لو 100 بيدخل ما بيطلعش الا 10، ولو 10 بيدخلوا ما بيطلعش مثلا 2 او 3. يعني حتى انا بعد ما خفيت يعني كان في حد يعني قال لي ان حد قال له يعني من المستشفى هي دخلت على الجهاز ده اللي بيدخل عليه ما بيطلعش. ف وكان قلبي نبضات قلبي وتلوث لسه في الدم عندي عالي. كنت حاسه بحد حواليكي يعني كانوا بيكلموكي بتردي عليهم؟ بصي انا من اول العمليه الاولانيه لغايه العنايه المركزه في وقت كده كل ده انا في شبه غيبوبه، انا مش فاكره حاجه بجد مش فاكره حاجه. بس في وقت كده ساعات عارفه انت يا منى طبعا انا ولا كنت بتكلم ولا بمشي ولا باكل ولا بقعد، انا كنتش بتكلم كنتش بعرف اتكلم يعني كنتش بعرف اتكلم كنتش بتكلم ما كنتش بمشي. انا حد قال لي من اللي كانوا معاك في المستشفى انه ربنا يدي السلامه لكل الناس انه صوت التوجع بتاعك كان صريخك جايب لاخر المستشفى. يعني صريخ والم رهيب كنت فيه. المهم وانا في العنايه كان في حاجه غريبه قوي الاربع ايام دول، انا مش عارفه 4 ايام ولا 5 ايام انا مش فاكره حاجه. يعني انا مش فاكره وما كنتش بسال قوي كمان لان انا مش عايزه افتكر الايام دي، انت فاهمه حاجه؟ كنت بسال بس عن ايه اللي حصل لي يعني الحاجات اللي حصلت لي يعني في بطني. المهم كل ما انام يا منى في العنايه المركزه يجي لي كابوس، كل ما اغمض عيني يجي لي نفس الكابوس. اعوذ بالله. ما اعرفش الاربع ايام دول الخمس ايام دول كل ما اغمض، فما بقتش انام، قررت ان انا مش هغمض عيني من كتر ما انا بشوف الكابوس ده. ايه الكابوس ده؟ ما اعرفش كابوس كده غريب، انا يعني مش عايزه احكيه بس كابوس غريب قوي، يعني حاجه غريبه كده. وانا عمري ما جالي كوابيس ولا من النوع اللي انا بحلم قوي والحاجات دي يعني. في وقت بقى وانا في العنايه المركزه كنت خلاص، انا خلاص قلت لهم انا مش قادره اكمل، وانا فعلا ما كنتش قادره اكمل، وصلت المرحله من التعب ومن الالام يا منى، قلت لهم شيلوا الانتبيوتيك انا عندي تسمم في الدم، قلت لهم شيلوا الانتبيوتيك شيلوا كل حاجه انا مش هقدر اكمل ولا اخد ادويه انا تعبانه انا خلاص انا هبقى مرتاحه. أوف. ان انا ان انا اروح لربنا يعني هبقى مرتاحه هناك اكتر.